العشق لحظة سحر بيبان، يسرق من الشفا الدفا ولحظة حنان، وبيرسم الذكرى حلم على الحيطان، وجوا حيطان كتب قصص وكلام. مهما بصصنا بنختلف نبقى جيران، إلا الزمان وإلا الوقت وإلا المكان، مهما افترقنا بنجتمع بأحلى غرام، دقت قلب ضحكت عيون نامت كمان. مهما بصصنا بنختلف نبقى جيران، بنختلف نبقى جيران، إلا الزمان وإلا الوقت وإلا المكان. مهما افترقنا بنجتمع بأحلى غرام، دقت قلب ضحكت عيون نغمة كمان. Hello. Hello, Mr. Black, Mr. Imran. أهلا. Welcome. شايفك أنا قبل مرة وين؟ بس أنا ما لي شايفك قبل هالمرة. يمكن الرؤية ما واضحة وهيك. في لي على طرف تاني لشو؟ هيك. أعطيني فيس. غمزني بعينك اليمين. غمزني بعينك الشمال. أنا ما لي شايفك منو. لا هاي صار اسمها إهانة. أنت متأكد أنك تشتغل بالسوق السوداء؟ طبعاً بالسوق السوداء. لك عم سوق الهال ما شايفني لابس أسود بأسود، طايتي سوداء، قميصي، الكاب، الأشاط، البنطلون، حلق، حتى جرابات سوداء. ما شايفني جاي كمان بسواد الليل؟ على فكرة أنا ماني مرتاح لسواده، طالع مثل زورو. شو هذا؟ لك حتى أسنانه سوداء، لك حتى طايته سوداء، لك حتى قلبه أسود، لك حتى إيده سوداء. يو كمان مراد، هي إيدي. أي نو. خلص كمان كمان مراد، هلا ما معنا وقت نتفحص، ويلا خلونا نخلص. اوكي كمان حبيبي. تفضل. شفنا هالقطعة. واو 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 واو. شو صار؟ ليش عم تواوي للساعة؟ ما لمست بيدك ولا قربت عليك؟ شو بقى؟ لأنه هاي القطعة للأسف متعرضة لمعاملة سيئة جدا. الظاهر إنه اللي جايبها أحمر وما بيعرف قيمتها. هلا بلشت صدق إنك بتفهم. يلا خلصنا بقى، شوفها وعطينا مصاري وامشي حاجة تتفهمان. لك شو بك عم تصرخي؟ لك يخرب لك، خليني اضربك بهي هالكسانك اللي بعدين صرعتك. هلا حاج تحتقري للزلمه. لك حاج زلمه من السوق السوداء مو من البيضاء. لازم بالاول شمشم ودوق ومصمص واستطعم بالاول. يخرب بيتك. قول ان شاء الله، مو اذا جايبينك بنص الليل وقاعدين بقرنا من عزله تقوم تفهمنا غلط. عم شو رزيف. خلصنا احسن ما بتشوف شيء ثاني عندي. سوري ذا بلاك مان علم الاثار التاريخي الاسود بيحلل تاريخ القطعه من طعمتها. طيب ماشي ماشي حبيبي، اتفضل مسيك دوق
والحاس وبلعها وعمل بدك يا سيك خلصنا بس. لو يعرف وين كان نزار حاطط التمساح ما كان قرب على تمه. تمساح هاي القطعة الحقيقة من العصر الروماني، صنعها واحد اسمه أخمافيدوس وهداها للبلاط الإمبراطوري لأنه بنهارك كان الإمبراطور راجع من غزوة الساعة 3:30 بعد الظهر وطالع من الحمام ولساته بالبرنوس. قام إجا هذا أخمافيدوس وقدم له إياها للإمبراطور. مسك الإمبراطور هيك وطلع فيها وقام لقاها قطعة فريدة من نوعها. مليون دولار عامل كم النهاردة؟ لو قسمناهم احنا كم واحد؟ انا 7 8 هلا 8 100. يلا شوف وجهك بخير. ايه ده ايه ده، استني استني، انت رايحه فين؟ انا اسماء ينحط اسمي بجريمه كامله؟ انا انحط بهيك موقف؟ شو بدكم تضحكوا الناس علي؟ جريمه ايه؟ على فكره لو كان هيحصل جريمه كان زماننا كلنا دلوقتي مسجونين. اه والله، شو يعني؟ يعني دلوقتي حالا في اللحظه دي حالا اعتماد زمانها بتبيع التمثال. ما هو ما بيجي البرا غير منا لهيدي اعتماد من نهار اللي اجت على هيدا البيت وانا مش طايقتها. عشو بتسمعوا لها؟ ما بعرف. طب بقول لك ايه، بطلي بقى، بطلي زن وبطلي رغي وبطلي نعي. احنا درسنا الموضوع وقتلناه بحثا، خلاص لقينا ان ده احسن حل. انا صحيح كنت مع ان احنا نبلغ عن التمثال، بس ده برضو حل مش مضمون لان ممكن يعتبرونا كلنا شركاء في الجريمه. فاحسن حاجه ان احنا نعتبر التمثال ده كانه ما جاش، نبيعه وننسى الموضوع. اه والله نبيعه. ليكي حبيبتي، هيدا هو الشر بذاته. اعتماد هي الشر من نهار اللي اجت على البيت وانا عارفه انه في شيء منها. بس ليكي هلا هي عم تورطكم بجريمتين وانا ولا يمكن نام بهالبيت. بليز ما بقى تترجيني. طب على فكره بقى، انت خلاص اتورطتي، يعني سبق السيف العزل. وبركي هلا انكمشتوا بقصه البيع. ليه يا حبيبتي، هي بتبيعوا على الرصيف. بعدين بقول لك ايه، انا عندي حل. لو اي حاجه اتعرفت انا وانتي ننكر ما شفناش حاجه. خلاص صنعتي بقى، صنعتي. لسه حدق فيها حدق فيها. ستغالي وزيك، خلصنا. يا جماعه اذا سمحتوا، هاي المعلومات التاريخيه اللي عم قلكم اياها عم قولها مشان نقدر نحدد قيمه هاي القطعه وسعرها. سعرها نحن بدنا فيها 1.5 مليون دولار. واو 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 واو. ايش يا واوي؟ مليون شو؟ يا عزيزتي هاي القطعة قلنا لكم فقدت كرامتها ومزاياها وما ممكن تجيب هيك سعر لأنه ما إلها هيك قيمة. على فكرة أنت واحد وقح وما عندك كرامة. لك هاي القطعة أو غيرها إذا كانت بلاستيكها بكفي إنه تمر لعندي أنا مراد بيك لحتى تصير نادرة. على فكرة ومشان خاطركم، مع أنه هاي القطعة فقدت كل مزاياها وقيمتها وكرامتها، رح أرجع أحاول مرة تانية وجرب ودوقة ومصمصة لأعرف قيمتها وسعرها النهائي. تفضل. أورنا الله، شو نعمل؟ مطول بالنا شوي. والله قسم لي مليون دولار على 8. مليون تقسيم 8 125,000 للواحد. أي للواحد طبعا. إذا قلنا 50,000 لكل واحد، كل واحد؟ ايه. والباقي وين؟ باقي إلي. بالله العمى بقلبك شو نصاب؟ لك ليش نصاب يا حبيبي؟ يعني أنا بس صير من الأسرياء مصاريفي رح تكتر، بعدين أنا ملذاتي الشخصية معقدة وكتيرة ومتشعبة غيركن أنتو. بالله عساس أنت شايفنا نحن كلاب بالشوارع ما عنا ملذات شخصية. بشرفك هلأ أسماء عندها ملذات شخصية. ايه 7,000 حاجة عليها. روح عنا يا عود 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 عود. خلص قسم مليون دولار على 10. ليش على 10؟ انتو 8 وانا 1 وملذاتي 1. لك روح لعنا يا لك، طول بالك عم على هالمسا. لك كريم، كريم شو الجحش هذا؟ لك خلص بقى، هلكتها هلكتها التحفة. لك سليت عافيتها بقى وانت تمصمصها. خلصنا خلصنا يا جماعة، أنا هاي القطعة أخذتها خلص. أخذتها؟ و
وين شنطة المصاري؟ عفوا، الاصول بالسوق السوداء انه نحن بناخذ القطعه وبعدين بنتواصل مع الزبون. شو هذا الحكي؟ ما معقول، انا مشان هيك ما بحب السوق السوداء، بحب السوق الرماديه. يا جماعه الاصول اصول، كل شغل بهي القطع له اصول ومراحل. طيب ماشي ماشي. خلاص ما بدنا اياك، رح نشوف واحد من السوق الرماديه. ولحتى ما تقول عم نغشك، هاي الجلسة نصورها بالصوت وبالصورة، وراح نصور لك كمان التاجر الثاني وهو عم بيتمنها. عنها؟ كنتوا عم تصوروا؟ نعم نعم حبيبي، أنا عندي كل شيء هون موثق، كل التاريخ عندي موثق، مشان الشرطة إذا إجت وسألت تلاقي الجواب. دخل على الله وعليك. دخل عني. أنا ما دخلني. أنا ما دخلني، أنا مالي علاقة، أنا ما اسمي بلاك مان، أنا أبو عبدو الجحش، أبو عبدو الحمار، أبو عبدو البغل، أنا خلاص. أنا ما دخلني، أنا بيع أنتيكا، عندنا أنتيكا، بوس إيدك بس. لك خلاص السوق. أنا هذا نصب احتيال ما لك افهمنا خلاص كود. طلع كل شيء معك مصاري ولك، أوام دوبنا نشتري معقمات ومحارم وسبيرتو من ورا مصمصتك لحوستك وقرفك، إيو كبق عليك. أعطيني أعطيك أعطيك اللي بدي إياه بس. أوام. خذ هدول كل اللي معي. اوكي هذا لك، هذا خذو. اوكي ايه طمنونا، ايه اللي حصل؟ طلع نصاب ابن اللذينة. يا جماعة هيك ما بيمشي الحال، راح تطلع ريحة القطعة، شو بدنا نعمل؟ هلا من ناحية تطلع ريحتها، صارت ريحتها بتقرف. بس من ناحية ثانية يا جماعة لازم أنتم يكون عندكم إجماع، مشان عوضين وأسماء ما يشتركوا عليكم. علينا؟ ليش عفواً أنت مو شريك معنا؟ وذا؟ عالظبط؟ طبعاً لا، أنا شريك معكم بالبيع بس. أيوة. خيو من ناحية عوضين لا تاكلوا هم، وعندي. احنا بس نبيع منخبره، اذا بدكم هلا بس فيه نشرح له. واسماء ما فيها تحكي شيء يعني، حتى لو قررت تحكي ماشي، بس المهم دلوقتي هنخلص من التمثال ده ازاي؟ انا بتعرفي شو حكيت زلمه جديد، بعتقد هو عن جد بيرفكت هالمره. اوكي سمونا الفاتحه. انت بالذات بقى تخرس خالص، صوتك ده مش عايز اسمعه، يا اما والله العظيم هطبق في زمره رقبتك وهقرقشها بسناني. فوق يعني فوق مع تربع من وراي 100,000 دولار كل واحد، بدك تلعشيني؟ لك وطي صوتك يخرب بيتك من حالك، المكان فيه كاميرات. يعني فوق مع تربع من وراي كل واحد 100,000 دولار بدك تلعشيني؟ كمان وطي صوتك، المكان فيه لواقي صوتيه. يعني فوق مع تربع من وراي كل واحد 100,000 دولار بدك تلعشيني؟ اوكي كثير منيح. هاي الورقات فيها اجراءات احترازيه كثير مهمه، لازم تحفظوا الرسم بلكي انكمشتوا. اساسا انكمشنا، انت ما رح تنكمش. فشلت نص عينك، انا مراد. انا شوفوا مكتوب اف رقم 2، اعتماد اقري رقم 2 بصوت عالي. اي اهم خطوه اخفاء النقود، في حال القي القبض علينا نجمع اولا على الانكار، واذا تم كشف احدنا علينا اتباع الخطوات التاليه. يا نسبتي السوداء يعني احنا ممكن نكشف. احتياط يا جماعه، ركزوا معي، عشان إذا واحد انكمش فيكم نتفق على نفس الرواية. الرواية بتقول إنه في واحد من الوفد الأسري زارنا ومعه شنطاية كبيرة، بات عنا، فينا الصبح العمى وينها؟ اختفى، ما عاد لقينا. ثاني يوم لقينا كل واحد بحسابه 100,000 دولار. بالله شو؟ يعني هذا تبع البعثة الأسرية إذا هو اللي سرق التمثال، ليش لحتى يترك لك كل واحد فينا 100,000 دولار؟ حيوانة يمكن، ويمكن جحشني، إيه شو بعرفني أنا؟ لك هيك أحسن يا بني آدم، أحسن، راح يدوروا عليه وما يلاقوه. بعدين أنت ليش عم تصرخ؟ ليش عم تعلي صوتك؟ ها؟ ياك خليني أضربك، هي هر لك أسنانك، ها؟ شو ما في احترام للقانون؟ اقروا الورقة مزبوط وبصموها بصم، بعد شوي جاي الرجال مشان يفحص التمثال ويعطينا مصاري. إيه ده؟ أنت رايحة فين؟ بشوفك بالعافية حبيبتي. أنا فلي من هون، ولا ممكن نم معكم بنفس البناية واتشارك معكم بهيك مصيبة. ما فيكي تشتركي، بس شو اسمه بتقبضي. لك سدوا لبوزك أنت، سدوا اتركها للمخلوقة. باي. باي. شباب،
لازم نضيف بند على هاي الورقة. يا ترى شو هي الإجراءات اللي لازم نتخذها إذا أسماء بلغت عنكم؟ لازم نضمن سكوتها إلى الأبد. كنا بجريمة اقتصاد دولي، صرنا بجريمة قتل؟ منو هذا؟ كريم سدوا لبوزك. حاضر. سدوا لحنكك. أمرك. اقرأ الورقة اللي بيدك، رجال جاي. في حد عنده أي تساؤل؟ جماعة احنا ليه بنفكر بعيد؟ ليه ما بصناش للي بين ايدينا؟ ليه ما فكرناش في عوضين؟ شو عوضين؟ عوضين هو واهله اكبر تجار ومهربين اثار، يعني الموضوع ده بالنسبه لهم هوا، سكينه في الحلاوه. والله اذا سكينه في الحلاوه هيبقى حلاوه. تعرف اقتنعتش. طلع لك فائدة والله يا عوضين. بقولك يا عوضين، احنا عايزينك تقولنا كل المعلومات اللي تعرفها عن القطعة العظيمة دي. او اهم شي السعر الله يخليك، وليك ما بدنا اي معلومة تاريخية بليز. هلا بيطلع سعرها تقريبا شي مليون دولار. يا عوضين انتبه. شو بكون؟ خلوه يركز للزلمة. واحدة واحدة بس يا جدعان، عايز اعرف تفاصيل القطعة دي. مو مليون؟ ده طلعت صيني. يعني ما عاد في ملذات شخصية؟ مش أثار. على فكرة المخالفات راح تصل عنكم بتهمة تضليل إحساسي التاريخي. اللي قطع الكهرباء. لا تكونوا رهضتوا فلوس فاتورة الكهرباء. ما هو انا عايشة مع شوية نصابين وحرامية. لك طولي بالك، اكيد في اختراق امني عم بيصير هون. اختراق امني ايه يا بنتي؟ شيلي الافكار دي من دماغك بقى وبطلي نظرية المؤامرة دي. لك رؤية، هلا اكيد بده ينفتح الباب بقوة ويتسكر. هلا اكيد بقى نسمع صوت حدا بنعرفه. Girls Where are you? Anybody here? وينكم؟ بصوت اعتماد. شفتي؟ شفتي؟ هيك عطول بيصير بالاختراق الأمني، بتضلك بحلك، لأنه هلأ إذا رحنا نحنا تنشوف مين بيخترقونا. شيخة خضتينا، حرام عليكي. لك شبكون؟ ليش هيك وجوهكم؟ شبكون كأنه فايت عليكم قاتل مأجور؟ والله؟ نحنا ولا أنت اللي فايتة مثل الحرامية؟ أنا مثل الحرامية؟ في أوضح من هيك؟ دقيت الباب وفتحته وطبست وناديت، في اعلان؟ اكيد في اختراق امني، اكيد في شيء. سيبك منها خلاص. تاني في شيء. اللي خليته شو القصه؟ ممكن تفهمني يا نزار انت بتعمل ايه دلوقتيت؟ شو عم ساوي؟ بقلي كوسه. انت عمال تدلك الميكروويف. تماما. ايه انت ساحر ولا ايه؟ بتطلع ارواح يعني هيك شيء؟ بس هذا نوع مختلف من الروحانيات، اسمه علم الطاقة التعاطفي. الايه يا رومانسي؟ علم الطاقة التعاطفي. هات حبيبي. يعني انت عايز تقنعني يا نزار ان البتاع ده بيطلع تعاطف واحساس؟ طبعا طبعا، حسب علم الطاقة الكهروحسي نفسي، هون في طاقة كامنة وهون في طاقة كامنة. انا بدي ولد هاي الطاقة مع هاي الطاقة الكامنة بالكامنة لحتى اخلق صراع وتصادد وتعاضد، بيولد بالاخر طاقة ثالثة بتولع اثنين، اسمه علم الطاقة الكهروحسي نفسي. شوف، واحد اثنين ثلاثة. يا مثبت العقل والديان، نزار تجنن. شفت؟ شفت؟ شوف هلا بس افصل. ها سيك، هي انا الطاقة اتقل، بدها سحب، بدها سحب. ساعد. اهدى. شفت؟ هذا هو علم الطاقة الكهروحسي نفسي. هذا بده مخ، بده مخمقة، بده احساس، بده طاقة. انت شفت عملتها ازاي؟ روح افتح، روح افتح، روح على السريع افتح شوف مين. ايوه شلون هدول؟ حاضر. هاي عوضين، كيفك؟ تمام؟ ازيك اعتماد؟ تمام فاين. وينو زيزو؟
زيزو مين؟ آه نزار جوه بيحضر الكهرو حس ميسي. وات؟ يعني؟ خش وانت تعرفي. أوكي. هاي زيزو كيفك؟ أهلين أعوعة، أنت شلونك؟ تمام ماشي الحال. آه كنت جايتك بشي يلا بيرجع. لك لا 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 لا، تاي وين رايحة؟ لا مشغول ولا بطيخ؟ خير؟ شوفي لك ما بعرف بس الكهرباء عنا بالشقة عم تشعل وتطفي، ما بعرف شو مشكلتها، وأنا بعرف إنك أنت بتعرف بالكهرباء سو لهيك إجيت لعندك. إيه من عيوني، أنا بس عم دور على مكان طاقي أكثر من هاد وبنيم صغير وبلحقك دغري. alright okay يلا باي باي أعوعة.